فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. سبق كلام الشيخ رحمه الله عن أن الفضل في الاجتهاد في مشابهة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أي طائفة وأمة من الناس كان المتشبهون بهم. ثم قال رحمه الله: وإنما يتم الكلام بأمرين، أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أو أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام من الشيخ رحمه الله كثيرا في قضية فضل العرب أو جنس العرب على جنس العجم، لما جبل الله عليه العرب من الأصالة في لسانهم وفي أخلاقهم وفي بيئتهم وما أنزل الله عليهم من الكتاب وبعث فيهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، اختيار الله لهم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وإنزال الكتاب بلسانهم وإنزاله عليهم، هذه ميزة عظيمة. ولكن ليس معنى هذا أن العربي يفتخر على غيره من العجم أو غيرهم، فإن الافتخار بالنسب أو بالبلد أو بالقبيلة أمر مذموم، والمطلوب التواضع كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والفخر هو التمدح بأمر واقع وموجود، فلا يجوز للإنسان أن يتمدح بنسبه أو ببلده. وأما البغي فهو تطاول على الناس من غير سبب، من غير سبب، فهذا بغي وتعدي على الناس. الحاصل أن الإنسان لا يتعدى على الناس لا بسبب ولا بغير سبب، وإنما يلزم العدل والتواضع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فنهى الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بغير حق، إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين، الافتخار والبغي. الافتخار قد يكون له سبب صحيح، ولكن هذا السبب لا يقتضي أن صاحبه يفخر ويعجب بنفسه، كالعربي الأصيل لا يحق له أن يسخر من العجم. وأما البغي فهو الاستطالة بغير سبب، لأن هذا لا أساس له، فهو وقد نهى الله عن البغي في آيات كثيرة من كتابه الكريم. الله سبحانه وتعالى حرم البغي على الناس،
والاعتداء عليهم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، فالبغي مذموم مطلقاً.